دكتور، تحدثنا بشكل شمولي عن العلاجات وطرق التشخيص والأسباب وعوامل الخطر. خلينا نتحدث عن الجزئية الأكثر أهمية واللي أجلناها نقول لنهاية اللقاء. ما هي الأعراض التي تستدعي فعلاً اللجوء إلى طبيب الجهاز الهضمي في حال الشك بوجود أورام في القولون، سواء كانت حميدة أو كانت خبيثة؟ طبعاً للأسف هو في أعراض، ما في أعراض خاصة، في عندي إشي بنسميه alarming sign أو علامات التنبيه، التنبيه أو red flags أو الراية الحمراء تحذيرية. طبعا الاورام ممكن تيجي باعراض بسيطه، نعم، زي النفخه، زي الامساك العادي، ممكن يجينا بصعوبه في الاخراج، ممكن ياتي ب يعني باعراض بسيطه، لكن في علامات مهمه، نعم، اذا شاهدها الانسان يفترض يراجع فيها الطبيب. رقم واحد، اخراج دموي، تمام، نعم، مع البراز. رقم اثنين، نزول غير مبرر بالوزن، نعم، وانقطاع بالشهية. ثلاثة، تغير قطر البراز، يعني متعود على قطر إنسان قطر معين وبيلاقي إنه حجم هذا القطر. إجمال المشاكل في الإخراج نقول ما في عدة أشكال، نعم، بعدة أشكال. طبعا الإنسان يجب أن يلجأ، ما يتسرع بالخوف يقول لك سرطان على طول. طبعا في أسباب عديدة، ولكن إحنا بنطلب إنه اللي عنده هذه الأعراض يراجع طبيب، وما يفكر انه عندي سرطان او انه يتسرع بالوهم. لا، احنا بنطلب نكون عقلانيين ونراجع الطبيب المختص في منطقتنا، وهو اللي يحدد ما هو الاجراء طبعاً المناسب وطريقه طبعاً الفحص والكشف طبعاً المناسبه طبعاً لحتى نشخص هذا المرض. ضروري. واحنا نقول دائما وابدا بانه اورام القولون هي ليست خطيره في بدايه نشاتها، المشكله اذا مر عليها وقت وتجاهلناها. زي ما حكينا، احنا هو السرطان الوحيد الذي يمكن الوقايه منه من خلال الكشف المبكر عن اللحميات، نعم، واستئصالها. واحنا للاسف في هالفتره نتيجه تعرضنا في حياتنا السريعه وتعرضنا لمواد كيماويه مختلفه، قاعدين بنشوف اعمار مبكره قاعده بتنصاب باللحميات. والله صدمتني دكتور قبل اللقاء قاعده تقول لي اطفال يجونا عندهم لحميات. نعم، في مقتبل العمر، نعم، يعني بالرابع عشر والخامس عشر او بدايه العشرينات، فهدول احنا طبعا بنحطهم تحت منظور او من تحت كشف طريقه مختلفه شوي عن الاشخاص العاديين. دكتور، قبل ان يدهمنا الوقت، سؤال اخير راح اسالك اياه. في حال استأصلنا أورام القولون، هل من الممكن أن تعود مرة أخرى؟ هلا الأورام السرطانية كسرطان نفسه، طبعا احنا بعد استئصال الورم نطلب من المريض الاستمرار بالكشف المبكر، نعم، وبنعمل كشف دوري أو منظار دوري للإنسان خلال الغاية منها أنه أرجع مكان العملية وأخذ عينات. عظيم. أتأكد أنه ما في لحميات. كل قد تقريبا دكتور؟ طبعا إحنا بعد العملية، أول عملية طبعا ست أشهر، بعد ست أشهر الأولى، نعم، نعمل منظار، بتكون تم الشفاء مكان العملية، ويستطيع الطبيب أنه إجراء المنظار واستئصال اللحميات وأخذ عينات من مكان العملية. طبعا عند العوامل الخطورة لما يكون في عندي قصة عائلية، فطبعا أي مريض مثلا كأب أصيب بسرطان قولون، إحنا بننصح مثلا أصيب فيه بعمر الخمسين، بحكي لأولاده ارجعوا بالعمر عشر سنوات، وكل أولادك اللي على عمر الأربعين يفترض أنه يعملوا. إذا أصيب الأب بسرطان القولون نقول في عمر السبعين، هل يعد عامل خطر؟ لا، هذا هو الأفرج. الأفرج عندهم على عمر الستين. بعد الستين زي ما أنا حكينا قبل شوي مع حضرتك إنه عمر الستين هو البيك، هو الأكثر إصابة في هذا السرطان. ولكن أولاده بقولهم أنتوا على العمر المعتاد لازم إنه تعملوا سكرينج اللي هو عمر الخمسة وأربعين.